أعزائي المشاهدين والمشاهدات، إذا كان في مشاهدات أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناة عرب هاردوير. للي عامل لنا سبسكرايب وبيتابعنا أول بأول عارف إننا في حلقة فاتت اتكلمنا على الأرضات وإزاي الأرضات بتشتغل، فلو مش عامل لنا سبسكرايب يا ريت تعمل لنا سبسكرايب وتفعل النوتيفيكيشن عشان يجيلك إشعار الحلقة اللي جاية. سريعا كده لو ما اتفرجتش على الحلقة اللي فاتت خليني أقول لك إن العملية اللي بتقوم بيها الأرضات عشان تقرأ أو تكتب الداتا عملية معقدة جدا، بيدخل فيها موتور بيدور ويلف معاه أسطوانة مغناطيسية فيها مليارات الخلايا القطبية المتكونة من أقطاب موجبة وأقطاب سالبة. الأقطاب الموجبة اللي بتمثل واحد والأقطاب السالبة اللي بتمثل زيرو، الرقمين دولت هما اللي بيمثلوا ما يعرف بالباينري نمبر، يا في داتا يا ما فيش داتا. في أي برنامج أي لعبة أي حاجة مهما وصلت درجة تعقيدها في الأول وفي الآخر مصيرها الرقمين دول، وعملية القراية والكتابة بتتم عن طريق دراع متحرك اسمه أكتويتور آرم. في مقدمة الدراع ده هيد القراية والكتابة. لو هتتم عملية قراية فالهيد هتاخد الإشارة من الأقطاب، لو اللي هيتم عملية كتابة فالهيد هتبعت الإشارة سواء موجبة أو سالبة. تختلف المساحات تختلف السرعات، يبقى فيه اتنين هيد واحد للقراية وواحد للكتابة. تفضل آلية تشغيل الهاردات أو بمعنى أدق عملية كتابة وقراية الداتا في الهاردات الميكانيكال واحدة. ده طبعا ببساطة عشان ما نلغوصش كتير في التفاصيل لأن في تفاصيل أكتر هنحتاج لها حلقة أكبر أو حلقة منفصلة. المهم إن العملية دي هي السبب الأول والأخير في إن الهاردات تكون بطيئة. بطيئة مش معناها إنها وحشة، بس زي ما احنا عارفين ومتعودين من حلقاتنا هنا على طول إن مفيش حاجة بتفضل على حلقة. عشان كده ظهر الـ SSD. الـ SSD يا سادة بيشتغل بطريقة مختلفة تماما، هو حاجة والهاردات حاجة تانية خالص. وخليني أقولك إزاي. لو تفتكر في حلقة فاتت إن بداية الـ SSD كانت سنة 1978 وكان عبارة عن تلاجة من شركة اسمها ستورج تك. هدف التلاجة دي إنها تستبدل تلاجة تانية من IBM اللي كانت عبارة عن ماجنتيك ديسك درايف وسرعته كانت 2.8 ميجا بايت في الثانية الواحدة. تلاجة ستورج تك كانت أسرع بحوالي 7 مرات، ويمكن السبب في السرعة دي إنها كانت عبارة عن دوائر كهربائية وشرايح مرتبطة ببعضها، وبعد كده تبدل الموضوع من وحدة تخزين لما يعرف بالديرام. ومع مرور الوقت مر الـ SSD بأكتر من مرحلة من حيث السرعة والمساحة والحجم ومنفذ التوصيل. دلوقتي عندنا SSD بيقدر ينتج سرعات توصل ل 3500 ميجا بايت في القراية وفي الكتابة 2800 ميجا بايت، معتمد على خطوط الـ PCI Express. فالـ SSD تكوينه مختلف زي ما قلت عن الهاردات، ويمكن التكوين ده اللي مخليه بالسرعة دي واللي مخليه بقى حاجة شبه أساسية في أي تجميعة جديدة. فتحولت وحدة التخزين من مجرد أجزاء متحركة لشرايح ودوائر كهربائية، والبروسيسور هو اللي مسؤول عن كتابة وقراية الداتا أو ما يعرف بالكنترولر. عزيزي المشاهد، مفيش حاجة في الـ SSD مش مهمة، بداية من البورت اللي بيتوصل بيه مرورا بالكنترولر والديرام تشيب اللي موجودة فيه وحتى شرايح الناند فلاش نفسها. كل تفصيلة في الـ SSD ليها دور في الأداء بتاعه. الناند فلاش للي ما يعرفش هي نوع من أنواع شرايح التخزين زي الرامات بس بقدرة على الاحتفاظ بالداتا. شرايح الرامات شرايح بتحتفظ بالداتا لفترة معينة أو حتى يتم أمر معين. مجرد ما الأمر بيتم أو بمجرد ما تفقد شحنتها الكهربائية بتنسى كل حاجة فتخش تحت قائمة فولاتايل ميموري أو ذاكرة متطايرة. على العكس الناند فلاش ليها القدرة على الاحتفاظ بالشحنة الكهربائية في الخلايا بتاعتها، أو بمعنى تاني الاحتفاظ بالداتا أي أنها نون فولاتايل ميموري، ذاكرة غير متطايرة. طبعا الشحنات أو الداتا بالنسبة للشرايح مش مفهوم إيه هي. فهنا يجي دور الكنترولر، عقل الـ SSD اللي فاهم آلية عمل الشرايح ومتصل بيها اتصال مباشر عن طريق قنوات، وكل ما زاد عدد القنوات زادت سرعة الوصول لأماكن الداتا، بالتالي بتزيد معدلات القراية والكتابة للـ SSD ويزيد طبعا سعر الـ SSD. إلى جانب كده هو بيربط بين مكونات الـ PC المختلفة وبين الداتا اللي موجودة في خلايا شرايح الـ SSD، بيوزع الداتا على الشرايح بالتساوي عشان ما يحصلش إن شريحة تشتغل أكتر من شريحة تانية ويحصل لها ما يعرف بالوير ليفلينج. فكل حاجة زي ما انت شايف في الـ SSD مهمة، بما في ذلك الشرايح نفسها وطريقتها في تخزين الداتا. وازاي بقى الداتا بتتخزن في الشرايح دي ليها قصة لطيفة شوية، وفي الحقيقة هي قصة مهمة جدا خصوصا لما تعرف ان ليها دور كبير جدا في اداء الـ SSD من حيث القراية والكتابة وسعره، والاهم هو عمره الافتراضي. الداتا في الـ PC زي ما قلت من شوية بتتخزن على اي درايف هارد او SSD يا اما واحد او زيرو. الواحد او الزيرو في الـ PC اسمهم بت، والبت هو عبارة عن وحدة قياس للداتا المتخزنة وتعتبر اقل وحدة قياس وقيمتها اما واحد او زيرو. الفكرة ان طريقة تخزين الداتا في الـ SSD واحدة، الداتا بياخدها الكنترولر من القطع اللي عندك وبيخزنها في الناند فلاش، والناند فلاش بتتكون من خلايا، الخلايا دي هي اللي بتحتفظ بالداتا اللي عبارة عن واحد او زيرو. وهنا بقى تيجي المعضلة. الـ SSD او بمعنى ادق شرايح الناند فلاش في الـ SSD بتتكون من عدد كبير جدا من الخلايا. زيادة عدد الخلايا في الشرايح معناه زيادة المساحة بتاعة الـ SSD، والموضوع مش سهل زي ما انت متخيل. عشان كده في معمارية للشرايح زي 2D و3D NAND، والفرق بين الاثنين ان الشرايح هتكون عبارة عن طبقات. الطبقات في
2D بتكون مرصوصة جنب بعضها، في حين ان في 3D NAND الطبقات بتكون مرصوصة فوق بعضها بشكل رأسي ثلاثي الابعاد عشان تزود من كثافة الخلايا بالتالي تزود من المساحة. وزي ما احنا شايفين ان الطاغي حاليا على سوق الاس اس دي هو 3D NAND، ضيف على كده ان استهلاك شرايح 3D NAND اقل وبالتالي درجة حرارتها اقل. دي كانت المعمارية، يختلفوا في التصميم، يختلفوا في الكفاءة، لكنهم بيتفقوا في نوع الناند فلاش، لان الناند فلاش اربع انواع وكل نوع ليه ميزة عن التاني، او بمعنى اصح ان الكم اللي بيتخزن في الخلية الواحدة اللي هو البيتس هو ده اللي بيقيم اداء ومساحة الاس اس دي. انواع الناند فلاش حاليا اربعة: SLC, MLC, TLC وQLC. الفرق بين الاربع انواع هو كم الداتا اللي بتقدر كل خلية في الناند فلاش في انها تحتفظ بيه، او في الحالة دي كم بت في الخلية الواحدة. النوع الاول هو SLC او Single Level Cell، وهنا الخلية الواحدة بتحتفظ ببت واحد اما واحد او زيرو. النوع ده من الناند فلاش بيوفر قدرة تحمل عالية، دقة اعلى في التعامل مع البيانات، لان الخلية بتتعامل مع امر واحد بس، الى جانب انها اسرع انواع الناند فلاش. ويمكن النوع ده هو الاعلى سعرا والاقل من حيث المساحة، بسبب ان الخلية بتحتوي على امر واحد في الاس اس دي بمساحة مثلا 100 جيجا بيستهلك كم كبير جدا من الشرايح عشان يقدر يقدم خلايا تكفي المساحة دي. عشان كده الاس ال سي هو الاكثر استخداما في السيرفرز والداتا سنترز. النوع الثاني هو الام ال سي او المالتي ليفل سيل، وهنا الشريحة بتقدر تخزن 2 بت في الخلية الواحدة. النوع ده من الناند فلاش بيوفر قدرة اقل من النوع الاول في قدرة التحمل، سرعة اقل بس مساحة تخزينية اعلى، وسعر طبعا اقل من الاس ال سي. النوع ده من الناند فلاش متواجد بصورة اكبر في الاس اس دي من فئة الهاي اند. النوع الثالث أكثر الأنواع انتشارا في سوق الكونسيومر، TLC أو التريبل ليفل سيل. من اسمه هو إن الخلية الواحدة بتقدر تخزن 3 بت. النوع ده هو الأقل من الاثنين اللي فاتوا في قدرة التحمل والسرعة طبعا، لكن على الناحية التانية بيقدم سرعات هي أقل طبعا من الشرايح اللي فاتت، لكنها أكيد أسرع من أي هارد ومساحات أكبر، وسعرا هو أرخص لكنه مش أرخص من QLC. النوع الرابع والأخير حتى الآن هو QLC أو الكواد ليفل سيل، وده بيعتبر أجدد أنواع الشرايح، وهو الأقل في كل حاجة سواء سرعة قراية وكتابة وقدرة تحمل، لكنه الأكبر من حيث المساحة والأرخص من حيث السعر، والسبب إن الخلية الواحدة في النوع ده بتقدر تخزن 4 بت في الخلية الواحدة. أشتري أنهي نوع من التلاتة؟ أنت للأسف مش مخير قوي، وخليني أقول لك ليه. أنت كمستخدم ما قدامكش إلا الـ MLC لو بتدور على SSD هاي إند، لو بتدور على SSD والسلام مش هيكون قدامك إلا TLC والQLC، ويمكن النوع الأخير ده لحد ما سعره القليل وسرعته مخليه اوبشن عشان يستبدل ال HDD كوحدة تخزين سنوية طبعا. اما ال SLC فهو سعرا وسرعة وقدرة تحمل مش مناسب ابدا للمستخدم العادي. فدي الانواع اللي هتقابلها في اي SSD حاليا، وزي ما الانواع دي مهمة في اداء ال SSD في عوامل تانية زي البورت اللي بيشتغل عليه، لان تجربتنا للساتا اثبتت ان الساتا بيخنق اداء ال SSD بسبب محدودية سرعة خطوط الساتا. عشان كده كل الشركات بلا استثناء بما فيهم ترانسند ابتدوا يروحوا لل M.2 PCI Express، ويمكن السبب الأكبر هو تواجد سرعات أعلى من 600 ميجا بايت زي اللي موجود في الترانسند 220S. SSD 220S من ترانسند هو الأغرب من وجهة نظري من حيث التسمية، وبصراحة لو انت متابع منتجات ترانسند ممكن اسم 220S ده يلخبطك شوية، لأن نفس المسمى ده موجود في SSD تاني، بس الفرق انه معتمد على السافع على عكس SSD اللي معانا، فكان الأحسن لو كان في تسمية مختلفة عن كده. 220S بمساحة 512 جيجا بايت معتمد على منفذ M.2 بحجم 2280، معتمد على سرعة خطوط الـ PCI Express X4. SSD ده حقق سرعة قراية توصل ل 3400 ميجا بايت، وسرعة الكتابة توصل ل 2065 ميجا بايت في الثانية الواحدة. والسبب في السرعة دي هو اعتماد الـ SSD على شرايح معتمدة على معمارية 3D NAND من نوع TLC الأرخص بين الشرايح، لكن بمتحكم هاي إند SM2262AN من شركة سيليكون موشن. ويمكن المتحكم هو السبب الأكبر في السرعة دي، لأنه من أهم مميزات الكنترولر إنه بيوفر عدد 8 قنوات اتصال مع شرايح الناند فلاش، مع الدعم لخطوط الـ PCI Express X4 وبروتوكول اتصال NVMe 1.3. والأهم هو
تواجد شريحة الدي رام من سامسونج اللي بتشتغل على تردد 1866 ميجا هرتز. لو تفتكر من شوية أنا قلت إن التي إل سي هي أقل الأنواع من حيث السرعة والقدرة على التحمل مقارنة بالإس إل سي والإم إل سي، لكنها على الناحية التانية بتقدم مساحة أعلى، وزي ما ممكن تشوف من نتائج الإس إس دي على برنامج زي كريستال ديسك مارك السرعات ممتازة. إس إس دي بالمكونات دي يقدر يتعامل مع أي محتوى حتى وإن كان محتوى من نوع الكونتنت كرييتور، باختلاف طبعا دقات العرض زي ما ممكن تشوف من نتائج برنامج بلاك ماجيك اللي فيه تصنيفات الدقات اللي موجودة وقيم الألوان، وأخيرا السرعة اللي هيحققها الإس إس دي مع كل دقة محتوى ورنج ألوان ليه. وبما إن الشرايح المستخدمة هي بالأساس شرايح الكونسيومرز والتركيز في الفترة الأخيرة إننا نجيب إس إس دي عشان نحط عليه الألعاب بتاعتنا عشان تحمل بشكل أسرع مقارنة طبعا بالإتش دي دي، فلعبة مثلا زي ويتشر 3 واحدة من الألعاب الأكثر اعتمادية على الإس إس دي عشان اللودنج تايم بتاعها بيكون كبير، فمع الإس إس دي ده اللعبة حملت في حوالي 21 ثانية، أما لعبة جي تي إي 5 فحملت في 33 ثانية. الأرقام دي لما قارنتها بأرقام الإس إس دي 110 إس من ترانسند وهو النسخة الأقل من ترانسند لقيت إن الاتنين واحد، والاتنين بيتفقوا على إنهم أسرع من الإتش دي دي، ويمكن السبب في إن الألعاب مش محتاجة سرعة أعلى من كده. دي كانت نتائج الأداء لو هتقيس أداء الإس إس دي ببرنامج زي كريستال ديسك مارك أو ببرنامج زي بلاك ماجيك اللي المفترض إن هو بيحاكي طريقة تشغيل أو طريقة عمل برامج الكونتنت كرييشن. هل لو أنا بستخدم شرايح من نوع تي إل سي المفترض إن أنا أقلق منها بما إنها أقل من الإم إل سي في درجة الاستحمال؟ أنت ممكن يكون عندك حق في النقطة دي، بس الناند فلاش من نوع تي إل سي مع مرور الوقت بقت متاحة في أعداد كبيرة جدا من الإس إس دي اللي حوالينا، والمصنعين عارفين المحدودية للشرايح دي، فبدأ الاعتماد على أكتر من حاجة في إنها تزود من كفاءة الإس إس دي أو من كفاءة الشرايح نفسها، زي استخدام الـ 3D NAND اللي بتقوم برفع قدرة تحمل الناند فلاش عن طريق الـ Error Correction Code والـ Wear Leveling Algorithm، إلى جانب إن النسخ الهاي إند من أي إس إس دي زي Transcend 220S بتيجي بدعم الـ DRAM Chip، والفكرة إن الـ DRAM Chip هنا بتكون ذاكرة تخزين عشوائية للكنترولر، الكنترولر اللي هو البروسيسور أو العقل اللي بيربط ما بين الـ SSD وبين المكونات الباقية فيما يعرف بحاجة اسمها الـ DRAM Cache. فمهمة الـ DRAM Chip بسبب سرعتها العالية اللي تقدر ب 7000 ميجا بايت في الثانية الواحدة إنها توصل للداتا بشكل أسرع مقارنة بالكنترولر اللي بيقوم بكل حاجة، بالتالي هيزيد العمر الافتراضي للـ SSD، عشان كده هتلاقي الموديل ده من Transcend بيقدم قدرة كتابة للداتا توصل لـ 800 تيرا بايت مع ضمان 5 سنين على كل المساحات بداية من 256 مرورا بالـ 512 وأخيرا للـ 1 تيرا بايت، اللي أسعارهم بالترتيب هتكون الـ 256 بـ 60 دولار، الـ 512 بـ 90 دولار، والـ 1 تيرا بايت سعره 160 دولار. الأقرب ليه في الأداء هو الـ Western Digital Black بمساحة 500 جيجا بايت لو هقارنه بالنسخة اللي معانا، فسعر النسخة اللي معانا أقل بـ 15 دولار، فلو الـ SSD ده قدامك فهو اختيار مناسب جدا كاختيار هاي اند لو كونتنت كرييشن، لكن لو العاب ما اعتقدش ان في فرق كبير ما بين ال 220S وال 110S. الى جانب الاسعار الاس اس دي ما بيجيش معاه اي مشتملات ولا حتى هيت سينك، بيجي لوحده كده. كان من المفترض اقول ان ده شيء يعيب المنتج، لكن درجه حراره الاس اس دي على الفول لود ببرنامج بلاك ماجيك ديسك سبيد تيست ولمده 10 دقائق من الاستخدام الغير طبيعي اللي من المفترض انت كمستخدم مش هتلجأ له، اقصى درجه حراره حققها الاس اس دي كانت 61 درجه، يعني ما فيش اي نوع من انواع الثروتلينج وما فيش اي حاجه لتواجد الهيت سينك. سواء مقتنع بالاس اس دي او مش مقتنع بيه بسبب مساحته القليله وسعره الغالي نسبيا، الى ان الاس اس دي مر بخطوات كتير، منها ان المساحات دلوقتي بقت اكبر من الاول والسرعات اعلى من الاول والاسعار اقل من الاول. اي نعم لازالت اعلى من الاتش دي دي لكنها ماشيه في طريقها الصح. ممكن نقول ان الهاردات هتفضل موجوده، بس ده ما يمنعش انك تقدر تستفيد من التطور اللي بيحققه الاس اس دي في ان يكون وحده تخزين سنويه اسرع للداتا اللي بتشتغل عليها بصوره مستمره او لعبه انت بتلعبها بشكل يومي، او انك تستخدم الاس اس دي بسرعته في انه يرفع من اداء الاتش دي دي في حاجه زي الستور ام اي بتاعت اي ام دي في الجيل الجديد بتاعها اللي انا اتكلمت عنها في حلقه فاتت. يبقى انت كده عرفت غالبا كل حاجه في الاس اس دي، او الحقيقه مش كل حاجه، لكن القصد من الحلقه ان مش اي اس اس دي وخلاص، لازم تعرف ان الاس اس دي فيه مكونات وكل مكون ليه تاثير على ادائه. طبعا ممكن ما تشغلش بالك قوي بكل حاجه، لكن لو حابب تعرف كل حاجه فعاوز اقول لك ان كلامنا عن الاس اس دي لسه ما خلصش، في حلقات كتير جايه هتكون عن الاس اس دي وعن حاجات تانية غير الاس اس دي، فانت اعمل سبسكرايب لقناه عرب هاردوير عشان يجي لك نوتيفيكيشن بالحلقه اللي جايه، ولحد ما تيجي الحلقه اللي جايه روح اتفرج على الحلقات اللي فاتت، وما تنساش تسيب رايك هناك وتسيب رايك هنا ولايك هناك ولايك هنا، واشوفكم في الحلقه اللي جايه.